تكون، وهذه الخدعة بالطبع منافية لما يستوعبه عقل الإنسان. حقيقة وراء هذه الخدعة هو استخدام العديد من الأدوات المخبأة لدعم وسند الشخص الذي يكون في الهواء، وتكون مخبأة في ملابس الشخص الذي يطير في الهواء. والوسيلة المستخدمة لتنفيذ هذه الخدعة هي بسيطة جدا، وعادة ما تتكون من 3 عناصر أساسية، وهي كما تشاهد. أولا المقعد، وهو الذي يجلس عليه الشخص. ثانيا العمود الواصل بين القاعدة والمقعد، وهذا العمود يمتد من القاعدة إلى المقعد عن طريق اليدين والظهر. ثالثا القاعدة، هذه القاعدة تكون مغطاة بقطعة من القماش. وفي النهاية أعزائنا، نأمل أن تكونوا قد استفدتم.